أهلا بكم مشاهدينا الكرام، هذه حلقة جديدة تأتيكم من برنامج منتصف النهار. في البداية نستعرض أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية في جولة مع عدد من مراسلينا حول العالم. وفي حلقتنا نتناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وخطط إسرائيل لمناقشة أفكار جديدة بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، ونناقش أيضا التطورات الميدانية المتلاحقة على جنوب لبنان تزامنا مع ظهور تقارير إعلامية تتحدث عن شروط صعبة وضعتها إسرائيل لإنهاء الحرب. وفي حلقتنا أيضا نتطرق إلى الملف الإيراني الإسرائيلي مع استنكار طهران تهديد منشآتها النووية تزامنا مع إعلان واشنطن نشر منظومة ثاد المضادة لصواريخ في إسرائيل. أهلا بكم في منتصف النهار، أنا هاجر جلال، والآن نستعرض سويا عناوين حلقة اليوم من منتصف النهار. أنتوني بلينكين في إسرائيل اليوم لبحث أهمية إنهاء الحرب وإطلاق المحتجزين. وتقارير إعلامية أمريكية تقول إن إسرائيل قدمت إلى البيت الأبيض وثيقة تتضمن شروطها من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان. وإيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية. نبدأ معكم هذه الساعة من منتصف النهار من جولة مراسلينا من غزة، حيث ارتقى اليوم 3 شهداء أصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة، فيما طالب جيش الاحتلال النازحين في مراكز الإيواء قرب بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا بالإخلاء. وفاد مراسلنا باستشهاد 18 فلسطينيا وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع. من خان يونس ينضم إلينا يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية. يوسف، بعد التحية أطلعنا على المستجدات فيما يخص القصف الإسرائيلي وعدد الشهداء والمصابين أيضا. نعم هاجر، حتى هذه اللحظة لا توجد حصيلة دقيقة لأعداد الشهداء خاصة في شمال قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان بري منذ 17 يوما يحاصر خلالها جيش الاحتلال منطقة جباليا وبلدة بيت لاهيا ومناطق بئر النعجة ولتوام والعمودي وغيرها من المناطق الغربية في المحافظة الشمالية. لكن التطور الأبرز اليوم هو تكثيف الغارات والقصف المدفعي الذي يطال مختلف المناطق في شمال قطاع غزة، كذلك إجبار الاحتلال الإسرائيلي للنازحين في مراكز الإيواء على المغادرة والتحرك نحو مدينة غزة، وآخرون اتجهوا نحو بلدة بيت لاهيا. لكن ما جرى هو أن الاحتلال الذي حاصر مراكز الإيواء وقام بتفتيش الرجال بعد إجبارهم على الدخول وإجبارهم عفوا على النزوح، قام باستهداف عددا من هؤلاء عند منطقة الجرن وفي جباليا البلد، استهدف تجمعا للأطفال الذين حاولوا العثور والحصول على المياه الصالحة للشرب. كذلك شنت الطائرات الحربية سلسلة من الغارات التي استهدفت منازل المدنيين في منطقة جباليا وفي منطقة شارع أحمد ياسين غرب منطقة الصفطاوي، في الشارع الثالث في حي الشيخ رضوان، ومنطقة الزرقاء الواقعة إلى الشرق من حي الشيخ رضوان. هذه المناطق جميعها تعرضت إلى قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجراح
متفاوتة. كذلك الحال في مدينة خان يونس، هي الأخرى سجلت اليوم عدة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية، إحداها تمثل باستهداف خيمة للنازحين في المنطقة الشمالية الغربية من مدينة خان يونس، وهو قصف أسفر عن استشهاد رجل وطفله الذي لم يتجاوز 5 أعوام. هذا الرجل كان قد أصيب ببتر في قدمه في بداية هذه الحرب، عاود الاحتلال مجددا استهداف خيمته ما أدى لاستشهاده وطفله. في أقصى المناطق الجنوبية أيضا من مدينة خان يونس، سوق شعبي يتواجد فيه المواطنون يحاولون الحصول على بعض احتياجاتهم اليومية، استهدفهم الاحتلال هناك ما أدى لاستشهاد 5 من بينهم 3 من عائلة واحدة. بمعنى أن الجرائم اليوم استمرت على نطاق جغرافي واسع، من أقصى مدينة رفح التي انتشرت فيها الطواقم الطبية جثمين 7 شهداء وصولا إلى بلدة بيت حانون في أقصى الشمال، وهي التي قصفت فيها مدرسة غازي الشوى ما أسفر عن استشهاد 3 من النازحين بداخلها وإصابة آخرين. كما أن الاحتلال الإسرائيلي طيلة الأيام الأخيرة خاصة في شمال القطاع يواصل الضغط على المنظومة الصحية من خلال استهداف المشافي بشكل مباشر وفرض حصار كامل على المشفى الأندونيسي في أقصى الشمال وإحراق مراكز الإيواء المحيطة بهذه المشفى. أشكرك الزميل يوسف أبوكوك، كنت معنا من خان يونس. ومن غزة إلى جنوب لبنان، حيث نشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله على محور عيت الشعب رامية بالقطاع الأوسط للجنوب اللبناني، وذلك خلال توغل بري لقوات الاحتلال، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم رصد إطلاق 25 صاروخا على كرمائيل بالجليل الأعلى شمال إسرائيل، وتم اعتراض بعضها وسقوط أخرى بمناطق مفتوحة، فيما أشار جيش الاحتلال إلى اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة قرب مدينة سخنين بالجليل شمال إسرائيل. وإلى حصبية، حيث ينضم إلينا أحمد سنجام مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد، إليك في التفاصيل وأيضا المستجدات الميدانية من هذا القصف. نعم، بما بالفعل هناك زيادة أو تصعيد كبير من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه البري على الجنوب اللبناني. في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التوغل في بلدة عيت الشعب، ثم توقفت هذه الاشتباكات بعد دخول رتل من الدبابات الحربية الإسرائيلية إلى بلدة عيت الشعب، وربما كانت هناك العديد من الأكمنة التي كانت تنصبها قوات أو عناصر المقاومة في الجنوب اللبناني وتحديدا في بلدة عيت الشعب، وخصوصا على محور تقدم هذه الدبابات نحو بلدة القوزح، بالإضافة أيضا إلى بلدة رامية في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتدمير عدد من المباني سواء من خلال الجرافات أو من خلال تفخيخ هذه المباني في عيت الشعب وفي بلدة رامية، التي ربما عدد من أحيائها تدمرت بشكل كامل جراء هذا العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني وعلى أراضي الجنوب اللبناني. هنا أيضا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني كانت هناك سلسلة من العمليات التي دارت في هذه المنطقة، وتحديدا في ذات مركبة في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، حيث أعلن حزب الله استهداف 4 تجمعات لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة مركبة في القطاع الشرقي، بالإضافة أيضا إلى قيام جيش الاحتلال بنسف مربعات سكنية في بلدة العديسة وبلدة رمية رغم العمليات التي دارت في هذه المنطقة. ولكن الملاحظ خلال الساعات القليلة الماضية أن الاشتباكات المباشرة توقفت في منطقة القطاع الشرقي للجنوب اللبناني. ربما هناك محاولة لسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى عمق أكبر، أو محاولة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتوغل، ولكن هناك تصعيد واضح في هذه العملية البرية سواء في القطاع الأوسط أو في القطاع الشرقي
الشرقي للجنوب اللبناني، نرى أعمدة الدخان تتصاعد من بلدة الخيام وأيضا بلدة كفر كلا بعد قصف مدفعي عنيف ومتواصل استهدف هذه البلدات على مدار الساعات القليلة الماضية، تزامنا أيضا مع عدوان واسع على مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني أو في عمق الجنوب اللبناني بالأحرى، وتحديدا في مناطق النبطية وأيضا قضاء صور في عمق الجنوب اللبناني. على الجانب الآخر أيضا وهنا في طرف الجنوب اللبناني، وهذه البلدات سواء كفر حمام أو كفر شوبة أو أيضا بلدة شبعة في قضاء حصبية، كانت هي الأخرى عرضة لعدد من الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد عمليات قصف مدفعي عنيفة وأيضا قصف فسفوري استهدف هذه البلدات بشكل واسع وأدى إلى اشتعال الحرائق فيها على مدار الساعات القليلة الماضية. في المقابل أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ 20 عملية منذ صباح اليوم، وحتى الآن أبرز هذه العمليات تجاه قاعدة عسكرية تستهدف لأول مرة في أمام أو خلف هذا الجبل، وهي القاعدة المعروفة باسم 2222. هذه القاعدة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمتاخمة للحدود بشكل مباشر، تم استهدافها برشقة صاروخية كبيرة من بين أكثر من 20 عملية نفذت من الجنوب اللبناني حتى الآن. أشكرك الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية، كنت معنا من حصبية. مشاهدينا الكرام، نذهب إياكم إلى فاصل قصير، نعود بعده مع فقرات منتصف النهار، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد ونستكمل باقي فقرات منتصف النهار ونبدأ بالجولة الخبرية، والبداية من تطورات الحرب على غزة، حيث قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مسؤولين رفيع المستوى ناقشوا خلال اجتماع مساء أمس أفكارا جديدة بشأن صفقة لإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. يأتي ذلك تزامنا مع زيارة مرتقبة اليوم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة لبحث أهمية إنهاء الحرب وإطلاق المحتجزين. وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكين سيناقش الحاجة إلى التوصل إلى حل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله، وكذلك خطط ما بعد الحرب بغزة، وسيؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية. لمزيد من التحليل ينضم إلينا من رام الله اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي. أرحب بك سعادة اللواء، ونتحدث الزيارة بلينكين. بلينكين لم ينفك منذ اندلاع الأزمة في زيارة العديد من الدول وزيارة أيضا إسرائيل، ما المختلف هذه المرة؟ يعني أولا مساء الخير إليك للأخوة المشاهدين. أنا أعتقد لا يوجد اختلاف، يعني الآن تقترب موعد الانتخابات، و من أجل كسب الأصوات العرب والمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية يريد أن يظهر أنه يلعب دورا هاما في من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. بلينكين يتحدث عن مساعدات إنسانية، هذا الشعب الفلسطيني فقط لا غير هو بحاجة إلى مساعدات إنسانية. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة بحاجة إلى انسحاب إسرائيل من يعني انسحاب إسرائيل من غزة، اثنين وقف إطلاق النار، وبعد ذلك يعني يتم الحديث بالتفاصيل على يعني ماذا يحمل في جعبته، ويحمل يعني عموميات. ولا اعتقد نتنياهو سوف يعني يظل يراوغ في الحوار والنقاش الى ما بعد الانتخابات الامريكيه. طب هو يريد حل دبلوماسي، طب مع من سوف دبلوماسيا، يعني من الاطراف اللي بده يفاوضهم، من هم الاطراف من الاشخاص؟ مصر لعبت دورا كبيرا، وقطر والاردن والدول العربيه الاخرى في وقف اطلاق النار والمفاوضات حول الرهائن. لماذا بلينكين مثلا لم يعمل اي شيء او لم يضغط على اسرائيل لقبول هذه الاتفاقيات في تلك الفتره، وكان هناك في انجاز كبير حول الصفقه حول انهاء الحرب؟ اعتقد ان الولايات المتحده يعني ليست جاده في حديثها، ولكن هي يعني كل يعني هي عبارة عن مضيعة للوقت فقط لا غير. لو أرادت الولايات المتحدة حقا
وقف اطلاق النار والمفاوضات، يعني لا كان لا تم عقد طلبت بعقد مجلس الامن الدولي، ومجلس الامن الدولي اصدر قرار بوقف اطلاق النار وانسحاب اسرائيل والبدء في مفاوضات من اجل الحل النهائي. يعني لو كانت هناك اراده سياسيه حقيقيه لدى الولايات المتحده. نعم، ووردنا الآن من مراسلنا ونحن نتحدث سيادة اللواء هذا الخبر العاجل، قصف مدفعي إسرائيلي بيستهدف مدينة أو بلدة الخيام بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني. نعيد عليكم هذا الخبر العاجل الذي وردنا من مراسلنا الآن مرة أخرى، قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الخيام بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وهذه هي الصور المباشرة إليكم مشاهدينا لهذا القصف المدفعي. نعم، شاهدنا هذا القصف المدفعي على الجنوب اللبناني، وهو قصف أيضا كان يتحدث معنا سعادة اللواء مراسلنا يوسف أبو كويك عن استمرار أيضا المذابح واستهداف مراكز الإيواء للنازحين. كل هذا العبث وهذه الفوضى تتزامن مع زيارة بلينكين، فأنت تتحدث أنه لا يوجد إرادة سياسية حقيقية من الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء هذه الحرب. يعني لو كانت هناك إرادة، يعني اسمحي لي، على الأقل يعني كان هناك يكون عنده مؤشرات على الأقل لوقف إطلاق النار مؤقت، إعلان مثلا هدة لمدة 48 ساعة ليتمكن بلينكين والمفاوضين إلى التوصل إلى حلول وسط إلى آخره، ولكن لا يوجد مؤشرات لدى الإسرائيليين على وقف إطلاق النار. بالعكس، إسرائيل منذ يوم أمس وهي مستمرة في القصف وقتل المدنيين، كان في بيروت أو في غزة. مدينة الخيام يعني هي مدينة في الجنوب لبنان، يعني إذا كان هناك هو على ماذا يفاوض؟ يعني بالنهاية بلينكين، طب لماذا لم يتوقف هذا القصف الإسرائيلي؟ يعني لماذا الدعم اللامتناهي من الولايات المتحدة؟ لماذا لم يعلن بلينكين إذا إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار أنه إحنا سوف نوقف عنهم المساعدات المادية والعسكرية؟ فبالتالي أعتقد أن كل يعني هم كل حركات الولايات المتحدة يظهر الرماد في العيون، ولا أعتقد هناك إرادة حقيقية للضغط على نتنياهو من أجل وقف إطلاق النار، بل بالعكس يعني هم يدعون أنه إسرائيل هي تدافع عن نفسها. طب إسرائيل تدافع عن نفسها، هل بيروت هي مغتصبة اللبيب؟ يعني طب لماذا قصف بيروت؟ يعني ماذا بالأهالي في بيروت في القصف؟ هناك في لماذا هم يقصفون المدنيين ويقتلون المدنيين وتجويع في قطاع غزة وتجويع في شمال قطاع غزة؟ القتلى بالمئات بل بالألاف أصبحت في جباليا. يعني فبالتالي هذه المعارك الدائرة في لبنان وفي فلسطين، طب لماذا الولايات المتحدة لم تحرك ساكنا باتجاه هذه المجزرة؟ عندما الرئيس الفرنسي طالب بوقف المساعدات العسكرية عن إسرائيل، نتنياهو لأول مرة بالتاريخ يقول سوف يحاكمك التاريخ لرئيس فرنسا. فبالتالي هناك عنجهية، ونتنياهو يضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والمقترحات الدولية. نعم، أريد أن أتحدث عن فكرة إنهاء الحرب، وأنت ذكرت لا يوجد يعني هناك نية حقيقية لإنهائها. لماذا أيضا يتحدث بلينكين عن فكرة ترتيبات ما بعد انتهاء هذه الحرب؟ أي ترتيبات مع قطاع أصبح بالكامل عبارة عن مقابر جماعية؟ يعني أنا من أجل ذلك أنا بحكي أنه صعب، لأنه أنت بالنهاية بدك هناك الأطراف، من هم الأطراف اللي تتحاور معهم؟ إذا بنتحدث عن قطاع غزة، كيف نتحدث عن قطاع غزة؟ هناك مشاكل إنسانية، هناك مشاكل اقتصادية، هناك مشاكل سياسية، هناك مشاكل أمنية. الآن الوضع في قطاع غزة وضع متدهور، هناك كارثة إنسانية في قطاع غزة. هذا من يتحمل ذلك؟ إذا نتحدث عن إعادة الإعمار، من يقوم بمن يعني من هي الجهة المسؤولة عن إعادة الإعمار؟ ما هو دور منظمة التحرير؟ ما هو دور السلطة الفلسطينية؟ ما هو دور الدول الإقليمية العربية اللي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني؟ فبالتالي يعني هو يتحدث مع ذاته. إذا أراد حقيقة الأمر، هناك ممثل شرعي للشعب الفلسطيني، يجب عليه أن يأتي ويتحدث مع ممثل شرعي للشعب الفلسطيني. يعني فبالتالي
من أجل ذلك أنا أتحدث أنه بلينكين هو يريد إرضاء الناخب العربي والمسلم في الولايات المتحدة من أجل التصويت للحزب الديمقراطي، وهو يريد أن يوهمهم أنه أنا يعني عملت اللي علي الآن، ذهبت إلى دول عربية وذهبت إلى إسرائيل، ولكن بالنهاية هو هناك سوف يبرر لهم أن الرافضين هم العرب وليس إسرائيل. هذه يعني هذه الأسطوانة المشروخة من الولايات المتحدة تعودنا عليها منذ بداية الحرب إلى الآن. الآن صار أكثر من سنة الحرب، عمر الحرب، يعني ألا يكفي قتلا وتدميرا وتشريدا للشعب الفلسطيني؟ هم على ما يبدو الولايات المتحدة توافق نتنياهو وتدعم نتنياهو على سياساته. لولا دعم الولايات المتحدة اللامتناهي لسياسات نتنياهو لكان نتنياهو توقف على عدوانه منذ البدايات الأولى للحرب. نعم، أشكرك سيادة اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، كنت معنا من رام الله. ومن غزة إلى تطورات العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد 6 أطفال ونساء وإصابة 8 آخرين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا مأهولا بمدينة بعلبك. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو هاجم منصات إطلاق صواريخ قصيرة المدى في جنوب لبنان كانت موجهة نحو بلدات الشمال. وفي سياق متصل أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بأن إسرائيل قدمت إلى الولايات المتحدة وثيقة الأسبوع الماضي تتضمن شروطها من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان والسماح للمدنيين النازحين على جانبي الحدود بالعودة إلى ديارهم. لمزيد من الاستقراء والتحليل عن الوضع الإنساني والصحي أيضا ينضم إلينا من بيروت دكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية. بعد تحية دكتور جوزيف، يعني لن نجد أخبر منك من يطلعنا على الوضع الطبي وحالة المستشفيات وحالة أيضا المصابين بالنسبة لهذه الحرب على لبنان. نهاركم سعيد لكم ولكل المشاهدين الكرام وللشعب المصري الكريم. الوضع الصحي مع الأسف الشديد كل يوم صرنا عم نعد عدد الشهداء وعدد جرحى، عدد الشهداء اللي تجاوز 2470 شهيد و 11700 تقريبا جريح، وكل ساعة كل دقيقة عم بيزيدوا مع الأسف الشديد. الشفاء العاجل لهم والرحمة للشهداء. القطاع الصحي في لبنان ما زال مستعدا وما زال قويا وما زال مسيطرا على الوضع الصحي لغاية هذه اللحظة. مع الأسف الشديد العدو الإسرائيلي لا يرأف لا بالشعب لا بالبشر ولا بالحجر. شاهدنا الاعتداءات على الجيش اللبناني، شاهدنا الاعتداءات على المدنيين، شاهدنا الاعتداءات على اليونيفيل. يعني ماذا بعد تدمير بيروت الذي يحترق في الوقت الحالي. امبارح مساء كانت بيروت الضاحيه تشتعل مع الاسف الشديد 11 غارة. لازم يكون مثل ما تفضل حضره اللواء هلا كان عم بيحكيكي وقف اطلاق النار العاجل بلبنان وغزه، لانه المدنيين يقتلون دون رحمه مع الاسف الشديد. المستشفيات في لبنان ما زالوا مستعدين وما زالوا يحتوون الجرحى، وخاصة مستشفيات جبل لبنان والشمال، لأنه أكثر شيء الضغط عليهم في مستشفيات بيروت اللي عم تستعمل الجرحى وبتكون ما زالت ممتلئة. نحن عم نبعث الجرحى والمصابين من المدنيين إلى مستشفيات جبل لبنان ومستشفيات لبنان الشمالي. بالجنوب مثل ما عرفنا بعد عندي 5 مستشفيات هي المقفلة وخارجة عن الخدمة، 3 حكومية و2 مستشفيات خاصة. عند بأقصى الجنوب عندي مستشفى تبنين الوحيد الحكومي الذي يستقبل الجرحى والمواطنين مع الأسف، ومستشفى في صحمر خارجة عن العمل. لكن مع الأسف الشديد كمان الضغط على النازحين على الدولة اللبنانية. كلياتنا شفنا انه تقريبا 1.5 مليون نازح في لبنان خلال 24 ساعة، وهلا بعد شوي جاي فصل الشتاء، جاي التدفئة، جاي الغذاء، جاي التعليم، كله هلا بالوقت الحالي عم نساعدهم قدر الامكان، وناطرين كلنا لمؤتمر باريس ليجيب المساعدات
وخاصة الكثافة السكانية في عدد النازحين في عقار اللي شفنا أول حالة كوليرا، مع الأسف ما بدنا نرجع نعيد حالة سنة 2022. يعني نعم، هل بتعتقد دكتور جوزيف يعني بتكدس النازحين كما ذكرت ودخول موسم الشتاء بأن يكون هناك انتشار للأوبئة لا سمح الله في ظل هذه الظروف القاسية للحرب؟ هلأ الظروف جدا قاسية، والوضع الاقتصادي للدولة اللبنانية كمان سيء جدا، لكن نحن فرق وزارة الصحة من نهار الجمعة بعقار عم تدقق بحالة الكوليرا، ما زال لدينا حالة واحدة فقط، ما في انتشار، لكن المياه المبتزلة التي دخلت مع المياه الشرب مع الأسف الشديد اليونيسف تقدم المساعدات بشكل ضئيل جدا، وليس عندهم إمكانيات. طلبنا من اليونيسف أن تزيد من إمكانيات الدعم المادي ليجيبوا مي نظيفة ومي مكررة للشعب في النازحين في عقار، وعدونا خيرا. الكوليرا بدها مثل كليتنا بنعرف بدها مياه شرب نظيفة ومياه للاستعمال الشخصي كمان نظيفة، ما فيها مياه مبتزلة مع الأسف الشديد. وعدونا خيرا، ومثل ما عملنا بسنة 22 كمان هلا عم نعمل بعقار، وليس بعقار وحدها، بكل المناطق التي فيها عدد نازحين وكثافة سكانية كبيرة جدا. مع الأسف الشديد نتمنى فورا وقف إطلاق النار ولإعادة النازحين إلى بيوتهم إذا أمكن بالوقت الحاضر، لأن بيوتهم كلها تدمرت، لأنه أنا شايف الوضع أنه بده يسوء مع بداية فصل الشتاء، وبحاجة للدعم المادي لكل النازحين من تدفئة، من ألبسة، من أغذية، من فرش وحرمات لفصل الشتاء. يعني بده يكون الوضع مع يعني إن شاء الله ما نصلى، بس بده يكون الوضع ما هو مريح للنازحين. نعم، طبيعة الحال ظروف الحرب دكتور جوزيف هي ظروف استثنائية على أي دولة تمر نعم. بها. هل المنظومة الطبية بكوادرها الطبية وأيضا بالعناية الطبية قادرة على مجابهة ما يحدث الآن؟ نعم، العناية الطبية لغاية الآن قادرة وباستطاعتها العمل في المستقبل، لأنه عندنا 233 مركز رعاية صحية أولية يعمل مع النازحين بالوقت الحالي، و235 عيادة نقالة تتنقل بين النازحين على جميع الأراضي اللبنانية بالتعاون مع نقابة أطباء بيروت ونقابة أطباء الشمال ونقابة المعالجين الفيزيائيين والمعالجين النفسيين لزيارة النازحين ومعاينة كل النازحين في كل مراكز الإيواء، الذي يقاربون لغاية الآن بحدود 1000 مركز إيواء على جميع الأراضي اللبنانية. والقطاع الصحي ما زال لغاية الآن بالمساعدات، مشكورين كل الدول العربية والأخوة العرب وأوروبا الذين ساعدونا، ما وزعنا المستلزمات الطبية والأدوية على المستشفيات، ونحن عندنا استوكات لغاية 3-4 أشهر لقدام. ما زال القطاع الصحي قادرا على السيطرة على الوضع الصحي في لبنان لغاية هذه اللحظة. نعم، بالنسبة للعمل دائما ما تخرج هناك المستشفيات الميدانية، كيف هي حالة تنظيم المستشفيات الميدانية في هذه الظروف؟ هلا التصفيات المستشفيات الميدانية قصدك يعني في الأماكن التي ليس بها مستوصفات. مستوصفات هلا بالأماكن بالمستشفيات الميدانية ما زلنا ما عملنا ولا مستشفى ميداني لغاية الآن، لانه في بالجنوب مثلا وقفوا بعض المستشفيات، في مستشفى تبنين ما زالت تعمل وتقوم باعمال المستشفيات الاخرى، واطباء المستشفيات التي اغلقت يعملون في مستشفى تبنين. لكن اذا مثل ما عملنا بوقت كورونا، اذا بدك كان عندنا مستشفيات ميدانيه 8-9 مستشفيات من الاخوه العرب قدموا لنا اياهم واستعملناهم. فينا هلا كمان اذا لا سمح الله اشتد الوضع، لان العدو مع العدو ما بتعرفي كيف عم بفكر ولا شو بده يعمل. اذا لا سمح الله اشتد الوضع جنوبا وسكرت كمان بعض المستشفيات، ممكن نروح على المستشفيات الميدانيه في محافظه جبل لبنان والشمال.
أشكرك دكتور جوزيف الحلو مدير العناية الطبية في وزارة الصحة اللبنانية، كنت معنا من بيروت. كما ينضم إلينا من بيروت أيضا سيادة العميد ركن مارسيل بالقجي خبير أمني واستراتيجي للتعقيب عن الأوضاع الأمنية. أرحب بك سيادة العميد. وورد القصف الإسرائيلي، هذا القصف الإسرائيلي مستمر على مناطق الجنوب اللبناني، وأيضا محاولة الدخول البرية، إلى أي مدى سينجح جيش الاحتلال أو العدوان الإسرائيلي في دخول البري للجنوب اللبناني؟ مساء الخير لحضرتك ولضيوفك الكرام. التوغل البري متأخر، طالما الاجتياح الجوي الإسرائيلي المعادي على لبنان عم بيأمن أهدافه، أكان بصندوق الأهداف سابقا بإصابة استشهاد بعض القيادات، وهلأ بالناحية التمويلية ولاحقا المواصلات. الاجتياح الجوي ما زال مسيطر على لبنان. أما بالنسبة للجنوب والاجتياح البري أو التوغل البري، تحاول إسرائيل قبل 5 أيام كانت عم بتقوم بتماس لمعرفة قواعد حزب الله الصاروخية التي كانت مؤذية لمستعمرات إسرائيل والرمي المباشر لمحاور تقدم الوحدات الإسرائيلية، وعم تستطلع الأنفاق والخنادق. منذ 5 أيام انتقلت من الاستطلاع الى التوغل لاحتلال تلال حكمة واستعمال عقيدة اسمها الضاحية، هيدي عقيدة الضاحية تدربوا عليها بتموز واستعملوها بغزة الإسرائيلية، هي منبثقة من هيدي عقيدة سياسة خطط الجنرالين. عقيدة الضاحية بتقول على تدمير القرى والبنى التحتية، العنف في استعمال القوة وجرف كافة القرى دون استثناء، والبيئة تعتبر كافة، كل العالم معادي موالي لحزب الله، ما في استثناءات. هاي عم بتنفذوا إسرائيل هلأ بالجنوب، عم تحاول تتوغل على كيلومات وعم بتدمر، بلشت تنزل ضياع مثل عيط الشعب، قاعدة الصاروخية والقوة الأساسية لحزب الله، نزلت بليدة على المحور على الغرب الشرقي وعلى المحور الوسطي قلنا كفركلا، كلهم المحاور عم تجرب تدمرهم، مستعملة 4 قطاعات الإسرائيلي، وعندها من ميلة كفر شوبا لا ممكن تفصل البقاع عن قطاع الليطاني في حال توغل سوري، توغل سوري من حصبية من الجولان، وبالمؤشرات تبعه ظاهرة من وراء نزع الألغام قبل قيادة متخصصة وتشبيع القوات الروسية إلى ما خلف جولان باتجاه دمشق، ورماية للدفاعات الجوية بالسويدة وبالبعض الكونايتر. نعم. إن السيناريو بالجنوب كما يبدو إقامة منطقة عازلة على جبهة طول 100-150 كيلومتر بحدود غمعمق كيلومتر كيلومتر ونص، استراتيجية العدو الإسرائيلي الضرب بعنف ونفاذ اتكال على استنزاف قوات حزب الله ونفاذ ذخيرتها ومؤونتها الوحدات المقاتلة. إما استراتيجية حزب الله في الجنوب التخلي عن الأرض ويتركوا الجيش الإسرائيلي الدخول إلى لبنان غير أبي بالأرض بالرغم من الضحايا الكبيرة، لإلحاق أكبر أذية بالمجنبات القوى المهاجمة وخلفية تبع القوات الإسرائيلية. هذه استراتيجيتين عم تقدر لعنف ودمار ورمايات كثيفة. حتى الآن ما في اجتياح ولا هجوم بمعنى هجوم، نقاط غب الطلب، توغل وانسحاب لتأمين هذه القطاع. بعد القطاع ما تأمن على امتداد جبهة الإسرائيلي، ما زال بدور كر وفر وكمائن واحتلال وانسحاب إسرائيل. نعم سيادة العميد، يعني بتتحدث في شرحك الوافي يعني الذي استمعنا إليه هو أنها فكرة معقدة جدا، فكرة دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، ولكن يستغل
الوقت. هل مع طول أمد هذه الحرب سينجح في محاولته أم لازالت البيئة أو الحاضنة أو الأرض وأصحاب الأرض هم الأقوى في امتلاك مقدراتها؟ المشكلة سيدتي أنه البيئة الحاضنة مفجرة كلها وعم يصير معها مشاكل مع البيئات اللي انتقلت إليها، بالإضافة جايين على موسم شتاء بعد ما بلش باللبنان، عندنا البيئة الحاضنة لديها مشاكل كثيرة. أما بالنسبة للمقاومة أنها تفصل نفسها عن البيئة والضرر والأخسار لموضوع تكتي بحت، بهمها المقاومة التركيز على هدفها منع إسرائيل من تحقيق هدفها الدخول إلى لبنان، هو حماية سكان شمال إسرائيل. لذلك تحافظ قوى المقاومة على التركيز على هدفها بالصواريخ الدائمة التصاعدية التدريجية من 20 ل 40 كيلومتر وبالأمس إلى ناتاليا وبنيامينا والقيصرية 90 كيلومتر. إن الرميات الصاروخية يؤثر على إسرائيل كثيرا، بعد أن كان مهجر 70,000 أصبحوا بالمليون ونصف مهجر. هذه استراتيجية التي يعتمدها الحزب بالرغم من الخسائر الفادحة التي بني بها والضربة بالخاصرة، لكنه تشكل له انتصار تكتيك. في حال إسرائيل لم تستطع أن تحمي شمال إسرائيل يعتبر حزب الله المنتصر حتى الآن من هذه الحرب. طيب هذا عسكريا، نعم هذا عسكريا، أريد أن أتحدث معك عن المقلب السياسي والدبلوماسي، ونحن رأينا زيارة عموس هوكستين والمؤتمر الصحفي، هل بتعتقد بأن هذه الزيارة السابعة في هذه الظروف ستشكل فارقا بالنسبة لمستقبل لبنان لإنهاء هذه الحرب؟ الزيارة أنا برأيي ما لها لزوم، تم رمي عليها بالأمس من دولة رئيس نبيه بري، أما أعلن لا تعديل على 1701. أما بالنسبة لهوكستين جايب معه مبادرة تعديل 13 بند بال 1701، إحدى هذه البنود تأمين اليونيفر رماية مراقبة برية وبحرية دون الرجوع إلى الجيش اللبناني، ما رح ترضى فيه الدولة وين سيادتها، بالإضافة إلى حق إسرائيل بالسيطرة الجوية ساعة ما تشاء في الأجواء اللبنانية ما في دولة ترضى فيها، وعدة ظروف 13 بند تغييري تعديل. إسرائيل لن تعود إلى الوراء وترفض رفضا باتا الـ 1701 السابق، كان ينفع ما قبل الحرب ما بقى ينفع معها بعد الحرب. أما التعديل على الـ 1701 موافقة لبنان على ذلك، إن ميدان المعركة هو الذي يقرر هل 1701 معدل أو 1559 أو 1701 حسب مناورة وقتال حزب الله والمقاومة في الجنوب. حتى الآن المقاومة لم تصل إلى الردع الاستراتيجي المطلوب، الردع الإسرائيلي لحزب الله توازن بأمنه بثلاث مقاومات: الصاروخية ما زالت دون المستوى النوعي والأهداف غير المتوازنة مع أهداف لبنان الإسرائيلية، المسيرات تؤمن بعض التوازن، والقتال البري لم إسرائيل لن تدخل أو بعد لم تدخل باجتياح بري أو توغل محدود لكي تضرب المقاومة ببراعتها القتال البري بعمليات الجري. بأن المراهنة على تأمين الأقل ممكن من الردع يكون بالمسيرات والصواريخ الخفيفة والمباشرة. إما الصواريخ النوعية بانتظار ممكن تستعمل لاحقا وتؤمن الردع عند الرد الإسرائيلي على إيران والرد المتبادل، يمكن يسمح توافق إيراني حزب الله على استعمال شهاب والزلزال وغيرها الصواريخ التي تطال 300 كيلومتر، هذه بانتظار المراحل اللاحقة. أما حتى الآن ما زال حزب الله يقاوم دون بالمستوى الأقل شيئا ممكن مطلوب، ولكن هل الانتصار التكتي بفوق خسائر لبنان كبيرة حتى لو انتصرت المقاومة؟ نعم. الانتصار التكتي
وأنت تتحدث معي، يعني عذرا على المقاطعة سيادة العميد، نحن ننقل على الهواء مباشرة معك غارة على صور بالجنوب اللبناني، وهي مشاهد حية على الهواء مباشرة لهذه الغارة الإسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، وهذا العدوان الإسرائيلي المستمر نستمع إليه بالصوت والصورة. أعود إليك مرة أخرى سيادة العميد، كنا ننقل هذه المشاهد لهذا القصف الإسرائيلي لجيش العدوان الإسرائيلي على مدينة صور، لماذا تحديدا بيقوم باستهداف صور البقاع بعلبك؟ هناك أماكن بعينها يستهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي، من واقع خبرتك ما السبب؟ البيئة الداعمة للمقاومة المباشرة ما زالت بضواحي صور وصور، وتشكل إمداد لوجستي ومعنوي ومادي وتمويلي المنطقة صور. أما الهرمل والعلبك والبقاع الشمالي هو القاعدة الصاروخية المميزة لحزب الله التي ستشكل له الردع في المستقبل. ولكنني كنت أذكر أنني لو حققت الانتصار التكتي أفق الربح لحزب الله في لبنان، عندنا خسارة كبيرة بالبيئة صارت أكثر من تموز بكثير. ومهما عوضنا الحرب علينا بلبنان، مهما انتصر حزب الله، هي حرب عربية غربية، سعودية وعربية وإمارات وغربية وأمريكية، لن يقوم أي مساعدات. تداعيات هذه الحرب ستكون طويلة وعنيفة، 20 سنة ما بنخلص من الفجوة التي نزلنا فيها، حتى عم بعطيكي لو انتصرت. وبالتالي يجب إعادة تقييم الحرب، خاصة بعد مقتل السنوار، مما شكل خسارة لدولة كيان دولة فلسطينية، عمل ترانسفير ونقل هجرة للشعب والسكان، قتل ودمار. لم تستطع الحرب بغزة أن تؤمن إيجابية واحدة، فمن أنني متخوف على لبنان من المصير، خاصة استراتيجية حرب الجنرالات نفسها تمارس في لبنان كما مورست في غزة. فبالتالي يجب إعادة تقييم، لأنه حرب عالمية أقليمية على لبنان بتنفيذ إسرائيلي وتغطية أجنبية، وبالتالي الأفق مسدود. أشكرك سيادة العميد ركن مارسيل بالوخجي الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من بيروت. ومستمرون معكم مشاهدينا الكرام، ونختتم جولتنا الخبرية من تطورات الملف الإيراني الإسرائيلي، حيث قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم إن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية. وأضاف بقائي في مؤتمر صحفي أن التهديدات الإسرائيلية باستهداف منشآتنا النووية تتعارض مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أن طهران ستقرر كيفية وموعد الرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل. تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية جاءت بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الجيش الأمريكي سارع إلى نشر منظومة ثاد المتقدمة المضادة للصواريخ في إسرائيل، مضيفا أنها في مواقعها حاليا. لتحليل بينضم إلينا من فلوريدا دكتور روبرت رابيل أستاذ العلوم السياسية، أرحب بك دكتور روبرت عبر منتصف النهار. وما الذي يشكله أو ما هي الخطورة الحقيقية من استخدام المنشآت النووية كنوع من الرد الإسرائيلي على إيران؟ Thank you for having me. يعني شكرا. أنا بدي أقول لك شيء، أنا من الأول يعني لما كانت عم بتصير المحادثات بين أمريكا وإسرائيل كنت مفكر انه الاسرائيليين مش راح يضربوا المفاعل النوويه. هلا غيرت تفكيري، لانه الحوادث اللي عم بتصير والباترن اللي عم بيصير عم بدل انه اسرائيل من المعقول كثير انه يضربوا المفاعل النوويه. ومشان هيك
بعتقد أنا وزارة الدفاع الأمريكية حطت هلأ مش منظومة منظومتين لثاد وبعتت حاليا هلأ من الأمريكان الخبراء لحتى يساعدوا الإسرائيليين. يعني الحالة هلأ عم تروح من الأسوأ إلى أسوأ، وبعتقد أنا الإسرائيلية وصلوا للواقع إنه إذا ما تصرفوا هلأ ما أخذوا خطوة أساسية لإزاحة الخطر الإسرائيلي لإزاحة الخطر الإيراني راح تروح هالفرصة. سو مشان هيك أنا يعني نوع من الخايف ومتشائم من اللي بده يصير. نعم ثاد أو نعم ثاد هي منظومة للحماية، ولكن على الصعيد الآخر يعني هل يمكن أن يفعل نتنياهو ذلك دون موافقة حقيقية من الجانب الأمريكي باستهداف هذه المنشآت؟ هلأ هيدي حكينا فيها بالأول وبعدين أنا بدي رددها. لما بتوصل أنه نتنياهو ياخد القرار ما بعتقد أنه رح ينظر لأمريكا تقول له لأ أو إيه. هلأ شوفي شو قال وزير الدفاع الأمريكاني، قال أنه اللي بيقرر هو إسرائيل، ومن هالناحية هايدي يعني من ناحية الولايات المتحدة ما بدأ أنه يخشي. نعم بالتأكيد، عذرا للمقاطعة دكتور، من يقرر هي إسرائيل، ولكن لا يمكن أن تفعل ذلك دون الاستعانة بمعدات الصواريخ، بدون أي آليات عسكرية لمهاجمة منشآت نووية محصنة. هوني ما نعرف شيء. أنا باعتقادي إسرائيل صار عندها القدرة وصار عندها الخبرة لحتى تقصف المواقع النووية، أنا هذا بتحليلي، ومش عايزة لأمريكا. أمريكا قريتي عطتها اللي بدها إياه وعطتها من وقت مش من هلا. أنا هذا اللي شايفه، واللي شايفه كمان إنه الوضع الأمريكاني هلا حاليا ما له تأثير كتير لوضع القرار الإسرائيلي. نعم يعني بتتحدث عن تغيير معطيات اللعبة دكتور، يعني كلام في غاية الخطورة، أن أصبحت إسرائيل الآن معها من المعدات ومن الآليات العسكرية لفعل ذلك، ولكن بما أنك توقعت أو استشفيت أن هذا الفعل قادم، متى تتوقع برأيك أن تقوم إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية إذا صح تخمينك؟ هلأ ما بنعرف نحدد الوقت بالزيت، بس أنا اللي عم شوفه وعم لاحظه، وكتبت كمان مقال مبارح ومقال من كم يوم، قلت إنه عم ينظروا للوقت المناسب لحتى يفعلوا أكبر ضرر لوين بدهم يضربوا بإيران. سو أنا بعتقد، ومشان هيك يعني بدك تقارني اللي عم بيقوله الوزير الدفاع الإسرائيلي من اللي عم بيقوله الجنرالات الإسرائيلية من الديفلوبمنت، يعني اللي عم بيصير على الأرض. يعني لما بيقول الوزير الدفاع إنه بدها تكون بدقة ضربة، بدها تكون يعني كتير دقيقة وكتير قوية، أنا مشان هيك يعني هيدا شيء رينفورس، يعني بخليني إنه كون إنه واقع أكتر وأستنظر ضربة بالوقت المناسب لحتى يعملوا أكبر ضرر للمفاعل النووية ولل IRGC للجمهوريين، يعني IRGC وللمعامل اللي بيعملوا فيها الدرونز المسيرات والصواريخ. أنا هايدي صرت شايفها، يعني إن شاء الله ما تصير، بس أنا هايدي بتحليلي وقراءتي للوضع وقراءتي للبوليتيكال ماب، يعني عم شوفها أنه عم بتصير أكتر واقعية. نوعية المنشآت أو التفاصيل التي ذكرتها دكتور روبرت، يعني على ماذا تبحث إسرائيل؟ هل هي بتبحث عن الرد على الصواريخ التي انطلقت من إيران، أم بتبحث على إنهاء إيران بهذا الفعل؟ هلأ مش رح تنهي إيران، وهن بيعرفوا هالشي، وأمريكا كمان، يعني هلأ عم يطلع على الميديا عم بيقولوا النظام الإيراني بده يروح وهذا بده يروح، هذا كله حكي، يعني هذا ما في منه. اللي بدهم يعملوه، أنا اللي بفكر إنه بدهم يضربوا بقوة، يعني في عنده الخطر بالنسبة للإسرائيلية هو المعامل النووية أولا، وثانيا المعامل الصاروخية اللي بيعملوا فيها الصواريخ، وأنا بعتقد هو بده يصير في ضرب عليهم بقوة.
وثالث شيء كمان يعني أنا صرت شايف إنه كيف عملوا مع حزب الله وكيف جربوا يغتالوا أو اغتالوا القيادة تبع حزب الله، بده يصير في كمان من هالنوع من قلب إيران لمحاولة اغتيال بعض الجنرالات الإيرانية. أنا هيدا اللي شايفه، يعني في عندك الحديث من مايلي وفي عندك الأقوال والأفعال من مايلي تاني وعندك المواقف الأمريكية. هلأ إذا بتجمعيهم كلهم هاودي بتصيري بتحسي أنا مشان هيك غيرت فكري. أنا بالأول ما قلت إنه بدهم يضربوا، هلأ صرت كثير عم روح إنه رح يصير في ضرب. ودكتور دكتور روبرت، هناك أيضا المواقف الإسرائيلية، يعني تصريح وزير الخارجية إنه اكتثاث رأس الأخطبوط أو القضاء على رأس الأخطبوط هي نية أعتقد أنها تتوافق مع السيناريو الذي طرحته. إيه بس ما هلأ بتعرفي أنت الحكي شيء والفعل شيء تاني، يعني هلأ منقول وهن بيعرفوا كمان، هلأ بتعرفي أنت يعني بيز على الهيستوري بيز على التاريخ، وإذا بدهم يشيلوا هذا النظام معقول يجي نظام أسوأ منه. هيك بيصير التحليل غلط. التحليل هلأ لإلون، وأنا بعتقد هون البيروقراسي تبع الولايات المتحدة صارت طاع أنه عارف هالشي أنه بدهم يضربوا بقوة لحتى يأثروا تأثير كبير على النظام الإيراني، مش ليشيلوا النظام الإيراني، لأنه في شيء هوني كمان، وأمريكا هوني أنا بعتقد إنه عم تحكي معهم بطريقة، لأنه في عندك مش بس أمريكا الولايات المتحدة، بس في عندك كمان السعودية والعرب كمان، الدول العربية ما بيوافقون أو ما بدهن إنه يصير في نظام، لأنه هذا بيقلق فوضى كبيرة، وما بيعرف إنه شو بده يجي بعد هالنظام، سو مشان هيك أنا بعتقد رح تكون مثل ما قال الوزير الدفاع الإسرائيلي رح تكون ضربة قوية ودقيقة، وبعدين رح يصير يعملوا فيه إنه مثل المفاجآت لإلهم بعد أم قبل بعد. نعم دكتور، بعد أم قبل الانتخابات الأمريكية تعتقد تقريبا بعد أم قبل؟ أنا هلأ بعتقد إنه هني بعد الانتخابات. يعني عندك هالجمعتين كتير مهمين للولايات المتحدة، وهوني بأمريكا يعني الانتخابات هايدي برايوريتي نمبر 1. بس كمان مثل ما قلت لك كمان يعني ما بنقدر نحكي بجزم، ما بقدر اقول انه اسرائيل واذا ما شافت الفرصه المناسبه لإلها هلا حاليا وهني شو عم يعملوا يعني عم بيناظروا وعندهم كمان جواسيس بقلب ايران وبرات ايران وعندهم الساتلايت يعني عندهم المخابرات بدهم يعملوا شيء لصالح اسرائيل 100%. أنا هيدا اللي عم شوفه، بس كمان بعتقد إنه بفضلوا هني إنه تصير بعد الانتخابات مراعاة للأمريكيين مراعاة لإلنا. أشكرك دكتور روبرت رابيل. نعم أشكرك. بعد الانتخابات الأمريكية دكتور روبرت رابيل أشكرك أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من فلوريدا. مشاهدينا الكرام، هذا نهاية منتصف النهار اليوم، نلقاكم غدا في نفس الموعد ولكن قبل ساعة من الآن. تذكروا دائما أنه في كل يوم نهار جديد، فاجعل الابتسامة تعتليك في منتصف كل نهار. دمتم في أمان الله وإلى قاهرة الإخبارية.